الأستاذ فتحي يقول: قيس سعيد كبل كل شيء منذ 2021، كنا نحلم بديمقراطية ناشئة، بانقلابه انجرف كل شيء، ولكن سقوطه سيكون مزلزلا إذا استمر هذا الوضع السيء خلال مدة لا تتعدى السنتين. تعليقك أستاذ ماهر مذيوب، وهل تتفق معه أنه سيسقط قيس سعيد خلال سنتين؟ هو سيسقط خلال سنتين، أكثر من سنتين، أقل من سنتين. هو يعني لا يمتلك يعني مقاومة الاستمرار إلا بالعنف، ونحن الجميع نعلم أن العنف طريق متاعه مسدود مهما طال. نحن يعني لسنا من الذين ينادون بالثورة الدائمة، ولسنا الذين ينادون بالعنف، ولسنا الذين ينادون بإسقاط الحكام بوه على طول. لا، نحن كانت الحقيقة معناها كانت فرصة، ربما لو كان معناها كانت انتخابات حرة ونزيهة، مش معناها زميلنا دوم، وإذا معناها أمر ما لازمناش نتغذوا عليه. يعني العيش الزمال الآن 31 سنة، 31 سنة سجن، وبخلاف ربما معناها قناتكم محترمة، أنا نسألك العشرات اللي كانوا وراء العيش الزمال ودعاوا العيش الزمال، فهمتني؟ حتى باش ينزلوا أنه معناها قاعد يحكام، ما شفتش أنا، شفت معناها في الزيتونة في في في, في البلد، معناها الناس اللي معناها يا عياشي يا عياشي يا عياشي. اليوم العيش الزمال يعني لحد الآن 31 سنة سجن، إضافة إلى معناها عشرات القضايا تنتظرها، إضافة وخيانه معناها أشقاء معناها خرجوا للخارج ومحكوم عليهم بالسجون، الثروة متاعه والمصنع متاعه معناها في وضع صعب جدا، وعائلته بصفة عامة معناها تعب. نحب نقول شوف راهو معناها كما تعمل يتعمل لك، وظلم ظلمات. الإنسان اللي يتشفى من الناس للأسف الشديد معناها سيدفع الثمن عاجلا أم آجلا. نرجو الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين والعالم بصفة عامة، ويبعد علينا الشرور الفتن. ولكن أصعب من أصعب الفتن المر بها اليوم في تونس هي فتنة قيس سعيد. لماذا؟ لأنه قيس سعيد معناه يعطيك من اللسان حلاوة، وهو معناه حقيقة معناها رجل مختص، يعني رقم واحد في التقسيم، وطنيين وغير وطنيين، معنا أشرار وخيرين، خونة ووطنيين، معناها مختص رقم واحد في العالم في التقسيم. والتقسيم معناها الحقيقة المآلات متاعه صعبة وصعبة جدا. ربي يحمي تونس إن شاء الله.